والسلام عليكم، وهلا وسهلا ومرحبا السعد. طبعا قلت اوفر وقت شوية وقت ونبني بدايات الخطار، يعني السكة هني لهناك وايد طويلة، فاختصرت الموضوع وبنيت معظم السكة. بس براويكم كيف سوينا السكة وشو سوينا وين لقيت الخطار هذا هو. فبعق قطار وبنسير لين وين وياكم. 1 2 3 4 5 وبنعق سيجنال على اساس ان نرد اوتوماتيك، اذا يمكن اتعايز اسوق ما تعرفون عادي اسويها اتعايز انا عادي. وين سيارتي؟ هذه ترى مكان ضخمة، بحط اختارين ولا ثلاثة هني يستوي وانا مرتاح. اختارين ثلاثة وين صار؟ وين راح؟ ها هذا هو والله شنطتي. هذا وين صار؟ ليش ما يستوي عقه؟ ايوة خاطر اعرف ليش ما يستوي هني. لحظة، فيول عملية خشب، خلنا ارد ورا. مفروض وين وين يكون بهالاتجاه هذا؟ انا بدو الاخطار يروح مسوينا بطريقة على اساس فرضيا اكثر من قطار يروح. مش هني، لا لا، المفروض هني بعد نفس الشي ترى. ولا هذا بس يستهبل علي؟ خلنا ناخذ لفة في القطار للقاعدة. لحظة، ترى هني مرات تستوي. زين، لحظة لازم ندق دي نطلع يمين. اوكي، شوفوا الدرب مطولة. يوه هالقطار يمسك طريق تريرين وانا بطريق تريرين. خاف الدوار اللي ماسكنا فاشل. وقف، خاف الدوار اللي انا مسوينا فاشل. لا هذا اوكي، هذا هني بيت، هذا هوم جري. اوه مين مين بيس جرين. سيركت اوكي. انزين روح الى فاتك، بنضيف لك مين بيس جرين سيركت. روح بيوقف هني بدون مشاكل. 5 almost 5 بس عادي عادي بنمشي على اساس ما يدوسني الخايس يسويه الخسيس. مرمى سوي قدام شوي، لا بس لا زين اسمه مين بيس جرين سيركت، كان اسمه زين. مين بيس جرين سيركت، هذا شيء كاستم 100% قاعد يسوي الدوار 100% الدوار كاستم، لان ابى احط اكثر من قطار هني. وتخلونا سيريب سكة قطار اللي ناقصتنا وبنزل تحت بمده بسوي مربع اكثر. حتى هذا بمده شوي خليه يستوي سيدا على فكرة. مو بخلي بالطريقة هاي. شوف شوف الاحمر كيف ناقصنا. يا الله بني بحمر بنعقه ترى عقب التريو. ارد سيركت بشغل لهم مايل كلهم بكدهم كد. انا وين ساير هذا هني؟ زين خلنا نرجع هناك. 400 الحين كفايه وايد، لانه اوريدي بنينا. انا كم يمكن 600 700 خسرت على فكره، وايد خسرت في الخطار. الرئيس روح روح بطل، لا توقف روح. شو مسامك قادرين يلحقوني. نطيت على الحزام.
أظن بيروحون يترتون الحين بالدرب، شفتهم كم مرة يترتون ويفضون. انزين هذا بمده شوي. اوكي اساس ما يتم على نفس الحال، مشكلة بجد انا شوي ما عليكم. انزين مين بي بعد ولا جدمة انه فشل ذريع. الحين تعال زين هني هني اوكي بعد مش اسمه يمكن اكثر بعد هذا هني هذا هني خط ثاني لف زين لف اخ قياسه مش صح ابدا هني هني حبه فوق لا حبه تحت هني. شل هاي الكلهن الحين يمشي مكانه صح، يمشي مكان اكثر بعد اذا ويته، لكن خمس مخطورات اكثر من كفايه يعني. طبعا الحين بدق، المفروض كنت ادق دي سوري اساس اللي في مين، وكنت بلف هنا بعد ادق دي. عندي بترول زين، لفه احسه خايسه على فكره مش عيبتني ابدا. زين هالمكان كبير، شو سالفته عيال؟ بمده شوي، بمده من هنا يمكن مدته خايسه. لا something is wrong. Something is not right. تعال شيل هاي الكلام. زين. هذا حق الخطار كله. ترى فكرة. ايوه اوكي ان شاء الله تضبط. شوف something is wrong يا سيحسب لي اياه من هني بعد اللفة مع انه يمشي. So something is not right. لأن لو على سبيل المثال تعال لو أقول له هني مثلا شوفوا ما يوقف هني في الوسط، يحسب لي شيء غلط. ترى ممكن أسوي شيء ثاني على فكرة، خلي هذا يطير. شوفوا هو ما يسوي له هذا سالفة. اخ بتمشي اللي مباشر اذا تشيل هذا، تشيل هذا هني بعد. ممكن اسويها اطولة واسوي وقفات هني يعني، لو بغيت، لان هذا وقفة قطار ثاني.
عنيد. صبرك شوية. وكبك هناك. نجرب النظرية دي. مو بسيدة ترى. اخ. زين وهذا بعد اوكي. نفس الشيء مكتوب عليها الخط هذا يكون مايل. كب في شيء غلط بالنسبة لهالاتجاه، يعني شيء مش اوكي، بس لماذا انا مش قادر افهم ليش. يمكن القطار لازم يوقف في هاي الزاوية الطريقة هاي، بس هذا غير مش منطقي. اذا انا بسوي قطار اوقف على كيفكم انتو مش منطق. القطار لازم يوقف على كيفي، على كيفهم هم. يعني اذا اشل هذا واسويه الطريقة هاي، هي والله لازم يوقف على كيفهم. طلع الغلط مش في التصميم. انا من الصبح كم مرة عدلت التصميم يا جماعة، بس لازل العيون والخياس. يلا شو نسوي، نوعا ما مجبورين، مش كان عندي اختيار فعلي. انا أرو مرة وقف هنا راح ثلاث خطارات على فكرة. سامون حق هني انا خليه يحطون سامون. لحظة خليهم ينتجون شيء، خليه يبدأ الانتاج. انا احس اني محتاج مصنع ثاني صراحة، حس المصنع ما يوقف فيه بكل صدق وامانة. وين هذا نخسر الموارد اللي عندنا. والجماعة الطيبة هاي محتاجين خطوط الانتاج مالهم. خلني نبنى خطوط انتاج. ونبدأ نحرك شو هذا، بس القطار ما برتاح لأن نسوي مثل ما أنا أبغى. أحلى حركة في العالم الكيو هاي.
بلتر هني وبحطي مش هذا لا نسوي مجال حق شو هني بس الترتيب احسن من الاولي الاولي ترتيب لك لكم عليه شوي الصراحة مش ذاك الزود افوا كيف ما عندي يقول نصيبك لازم يبدون واحد اصلا المفروض بس مش مشكلة يعني مش ما حس القضية يعني فشو بسوي حطيها من السريع دامي بنام السريع نجيبها لين مكان تحميل الخطر نقدر نسوي واحد ثالث براحات من اي مكان ممتد هني ونسوي حول القطار وهذا جرين الكترونكس ولا سيركت احسن اقصر سيركت ايه هذا اول مكان يوقف فيه حلو انت تعال خلك مانيوال ضيف نقطة تايم باس دقيقة اوقف نفس باقي القطارات انا عايبني نزيد محطة جرين سيركت اي هني تايم باس زين وسير هناك ابوك توقف هني تعال الاشاير بعدين على الخطار الثاني بنحط اشاير هالخطار واحد ما يحتاج اشاير ما عندي مشاكل معاه يعني خلنا نشوف مو مشكلة عادي حتى هني يعني مش قضية يعني بنحطي لم خلنا نشوف وصل هذا هني بس زين ولا ليش تعب عمري لحظة عندي أصدقائي شنو هذا الباقي أنا بشله انزين هذا بيركب دايركت هذا ركب هني شو الخطة محتاجين شغلتين أول شيء ريفيول اللي هو بنحطي هذا حقه بوكس يسوي له ريفيول ف فاست ارم هاي طبعا مو بقضية ترى ممكن احطي له هني السولر سولر 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 لان عندي وايد بس ولا بجيب له خط من هناك واكيموليتر حق هذا ونجيب له شو خط انتاج وهذا ما يكون ها سوري هذا بيكون ريكوستر تشست اوكي انا في هالحالة بغلط غلطة عودة ليش لانه ما عندي شو سبلاي تشين هني ممكن اسوي سبلاي تشين على فكرة بس حرام ولا خلي هذا في الوسط خلي هذا في الوسط خلنا نجيب هذا نبنى هذا بشل الاكوميليتر مش عايب اني ترى ما عندي درونز هني اصلا لوجيستكس ولا خلنا عقلنا لوجيستكس هني ما في انرجي ابدا يقول برايا كمليت خليها مع كهرباء زيادة مو مشكلة بس شو بسوي ابرك وستر تشست هناك وبروفايدر تشست وين بروفايدر تشست مالي هني زين حطي مكان فيه كهرباء ما فيه حبه هني مو مشكلة
فحم المفروض شيء وايد. وبنطلب فحم هناك 150 اول تايم لان فل القطار 150، ما يحتاج الكثر عادي، بيفول هنا بدل ما يفول هناك، فكل واحد يعني طلب له فحم. كان الهدف اني ما مد كيبلات، بس اكتشفت اني مديت وايد كيبلات. خلنا نشوف بيحركون. حاط لكم لوجيستكس انا، والصندوق ذاك وذن لوجيستكس نو طبعا لا، ليش بحط ايضا اللوجيستيك؟ اكيد اتس مي، اي هاف تو ميك ترونك صح. ها الحين اوكي، استوى عندنا لوجيستيك تشين هني صغير. الخط الاخير مو قاعد استعمله، بخله برايه. استوى عندي لوجيستيك هني الاخير، هني شو بنسوي؟ بني بخطوط اول شيء. وين ستيل تشست انا حطيت؟ انا ما شلت ستيل تشست صح؟ لا تقولوا ما شلت ستيل تشست. انا متأكد كنت حاط في السيارة ستيل تشست بس ما اعرف نسيت شو السالفة، ما اعرف يعني، ما اعرف الصراحة. هذي الهم ستيل ايرون تشست، هذي الهم هاي الكم؟ ستة. انا تشوف كم كهرباء يبالهم هاي يغطي ثلاثة صح؟ يعني هذا لو احطيه هني واشل هذا احطي هذا هني، في مجال ان نسوي شيء مرتب. احطي هذا هني ستة ستة. مرة نستعمل طاقة الخصوة مال شو التحميل زي ما مشكلة. ستيل تشست الباقي ايرون ستيل تشست. يلا تعال الحبة الأخيرة شو نحطيها؟ ما بحطيها. الباص يحمل ستاكس سيرترز. شكلي بحمل قطار ونياي والله، شكله ما في غير الحل. بخلي هالمصنعين بس اللي هني شو يسوون؟ اول شيء يمدون يغذون هالمنطقه هاي اوكي، يغذون منو هاي بعد لهذا عقب بعدين. اول شيء يغذون هذا المكان هذا اوكي، مثلا اول واحد بيبه كل واحد بيغذي طرف واحد يغذي له مكان. هذا بيغذي هالمكان هذا حلو. بيلحقون عادي، بيتكدس اصلا مع الوقت يعني بيتكدس. والثانيين يغذون منو؟ مصنع الثاني يغذي المكان الثالث، المكان الثاني سوري مش الثالث، اللي هو هذا المكان بيقعد فيه الانسيرترز
بيغذي منه مكان هذا. خلنا نشيل الخضار ونروح صوب ثاني. سوري احط لنا توماتيك لحظة يروح والله. انزين الحين بيروح يمين. اوكي انا واقف المكان هذا سوري ما راح المين بيس ليش؟ مع انه من هو اللي يروح؟ لحظة اذا نحط اشاير زين اللي هي يا اصدقائي وين صارن؟ لا عدا انا مشفر هني حلو هذا هني هني انا ما يروم يتخلصوا بالثاني اصلا ستوي وان وي خلاص. هذا موضوع ثاني الحين ترى استوى انا اقول لكم. خلنا نحط في المسافات هني مثلا 5 بلوكس يد اعتدل الشارع. هذا اساس الخطار يحرك بين المسافات هاي اذا حطيت خطار ثاني. بس الحين خل هو يحرك على خير قبل ما نتفاهم. احس انه مش عارف يطلع من المكان اللي هو فيه. اها ايش اشارتين؟ تعال طار والله طويل ترى على فكرة. هذه حسب ارشادات اللعبة لين الحين. مفروض يشوف شو شارة هني شو تقول له خضرة. إشارة مخبوصة ما تعرف وين تروح. الإشارة هاي مخبوصة هاي بس مش عارف وين تروح ترى. بحط لي اشاره هنا قدام. عندي سوي شاير؟ لا نبى ايرون تشست. هاتوا لي 100 ايرون تشست. طف تولي 100. هاتوا لي ستاك انسيرترز 100. خلنا نسير نسرق من هني حديد ونسوي فيهن اشاير. اشاير هاي شو بها الكترونيك سيركت. زين انا نسوي هنا مكان رومانسي. زين هذا المكان ما ضبط سير مكان ثاني مو مشكلة. هاتولي هاتولي هي أبوها أنا نايل.
نبغى نحطي اكثر مقطر اليوم، مقطر واحد ما يقصر اليوم، مقطار واحد ما يكفي. تعالوا هاتوا لي السمن. هم عبينا مية، ما مقصرين الجماعة اللي هناك. انتم أباكم خلاص، إذا بغيتكم يبشل منكم. زين شو ناقصني؟ عندي ستاك انسيرترز، انا طلبت 100. عندي قام يستوش بطيئين علي، انا احس يبالي بس انتاج ما قاعد يوقف يعني. عندي 9000 شيء هني، تشوف صوب الادران والاريز ما فيه. عندي 9000 شيء مو شوي، خلينا نصير ناخذ شوي. روبوت حقه هناك، هناك بيحتاجون يعبون ريفيول، بسوي كم شغلة هناك من نبا يعني مال 50 50، نبا 200. خلنا نتوكل، ها حلمي حقه هناك كربير شيء، نبا نسوي شيء، ما بوقف تعب عمري الصراحة. الإشارة لازم تعطي مدى، يعني لازم اسوي له بلوك، فانا الحين اظني ما سويت له بلوك لهالسبب. شو هني مشفرة الاشارة، شوفوا فاصور اذا سويت له بلوك، يب تسوي له بلوك كل الاشارة تشتغل زين. زين اذا الحين ادقه يقول روح جرين سيركس، خلنا نشوف بيرجع مكانه ولا بيلف يمين. لف يمين، اوكي حلو، بس بنشله من على اوتوماتيك. ليش؟ على اساس شو نسوي؟ انا بخبركم، على اساس نحط اشاير في وين؟ في الوسط، كل ما يخطف الخطار مكان حط. هذه الاشاير بتخلي القطارات تتحرك شو ورا بعض، القطار يوقف على اخر اشارة. مثلا لو حطينا اشارة واحدة اخر شيء بس، كل اللي بيسويه القطار بيتريا القطار الثاني يوصل لين الإشارة. يعني الحين لو وصلنا لهالإشارة، قطار يتريى القطار هذا بيلحقه لين هالإشارة. بس إذا كان الإشارة بس في البداية، بيتريى عند هيك الإشارة لين يوصل هذا الإشارة اللي يبغاها. فلهالسبب إحنا قاعد نحط إشاير، ولهالسبب أنا أبغى قطار ثاني. أصلاً على فكرة نقطة وقوف واحدة عادي، قطارين 4 6 الحين رومن حطي. دام نظبط السيركت، انا كنت شوي متخربط بفكرة منو، فكرة الاشاير. الحين فهمت ان فكرة الاشاير، فاستوى الموضوع سهل. هذا خلنا نخطف المدى، هل نحطيتي على الطير؟ شوفوا هني اوريدي في اشارة، ما بحط اشارة ثانية. هني بعد يبالنا اشارة تقولنا ان هالمكان انتهي، في مكان اشارة هني، هاي ما تعرف انها هاي بلوك، هاي تعرف انها بلوك. فشو نسوي؟ نحط اشارة وين؟ قبلها، عرفتوا؟ هذا على اساس شو؟ نقدر نحط اشارة هني. كم بلوك يستيم هني؟ 1 2 3 4 5. نقدر نحطيه هني، خلي ما يدخل. وهني بنحتاج بعد اكيد، لان اصلا بنسوي ثنتين من شو، من هايل، واحد حق هني، 5 blocks almost. هي 5 blocks almost، مو مشكلة. نقول له انت تقدر تدخل هني لما البلوك عندك كامل. انا اتمنى يستوي قياس عف، اتمنى لان احس انه اقصر. هم مش محتاجين، نقدر نوقفهم في مكان واحد الحين ما في مشاكل. هذا يقدر يخطف يوم الاشارة خضرة،
هذا اذا يبي يرجع ياخذ يوتير نقدر الحين ياخذ يوتير وما يدخل هني الا والمكان سالك. فبلال الانتاج لكم عليه نص ونص بقى يعني شو السالفة من كتر متعبينكم الانتاج يعني الانتاج الاخضر مرات احسه في البطيخ اموره. اوكي ما عندي خلص نجي خدام يبنى سيرترز خلنا نحط الصناديق ونشوف الوضع يكون عندنا دبل ترى دبل انتاجية الحين زين وين ستاك انسيرترز ايه ما كانوا جايبين الكل اوكي مو مشكلة غلط في بلوك واحد لكن مو مشكلة بنحول اماكن الشغلات نجي نعدل اماكن شغلات حبة حبة الطريق هاي لازم نضبط الامور نجي نضبط الامور نيب هذا هني هذا تضبيط لابد منه اقول تنشرهم لابد منه نعم انها الحقيقة نبقى نشوف الخطار شو قاعد يعبي في الليل نحط هذا هني نقول ليت افوا بتقول لي ما كفاه هذا ترى ما في والله غير اوفر هيد الحين تريو غيب من هناك الانتاج الليتات الحين خلصت على الكهرباء بعد ما حطيت شيء شو قطع عليه الكهرباء انا ما يكفي هذا حق شيء بنحط هني سبورتنج سيستم وبنسير الحين في الدرب شو بنحطي هاي ليش مويب بنرجع لك بنحطي اوفر هيد خلاص لازم اوفر هيد ما يمشي الوضع من غير اوفر هيد تعال حطيه هني اوفر هيد وناخذ هني يمين طيب الحين نستعمل اخطار المواصلات ترانا اوكي هاي احلى طريقة شوفوا الطريقة سريعة جدا ها لحظة لحظة لحظة